ده شيخ محمد. طيب دقيقة واحدة. طيب بسم الله. شيخ محمد نبدأ البث. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم رب إبراهيم وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو المجلس 36 من التعليق على منظومة مراقي السعود، وكان المقام قد توقف بنا في الدرس السابق في الكلام على المجمل والمبين. فعند قول الناظم رحمه الله تعالى: فجعل مسكين بمعنى المد، عليه لائح سمات البعد، كحمل امرأة على الصغيرة، وما ينافي الحرة الكبيرة، وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام، وبوضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، وما به استأثر علم الخالق، فذا تشابه عليه أطلق، وإن يكن علم به من عبد، فذاك ليس من طريق العهد. وقد يجي الإجمال من وجه، ومن وجه يراه ذا بيان منفط، والنفي للصلاة والنكاح، والشبه محكم لدى الصحاح. بعض النسخ: والشبه الصحيح والشبه، والشبه محكم لدى الصحاح، والعكس في جداره ويعفو، والقرء في من في من عش والقرء في من عش اجتماع فقف. طيب ننهي هذا. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام لا زال التأويل والمحكم والمجمل. فصل التأويل والمحكم والمجمل. وكنا قد قدمنا في الدرس الماضي تعريف التأويل، وذكرنا وتوقفنا عند الكلام على التمثيل على التأويل القريب والتأويل البعيد، وهو مراد الناظم هنا بقوله: فجعل مسكين بمعنى المدي، عليه لائح سمات البعد، إلى آخر ما ذكر. فالناظم هنا شرع في ذكر أمثلة للتأويل البعيد، في ذكر أمثلة للتأويل البعيد، فقال: فجعل مسكين بمعنى المدي. أشار بهذا إلى مسألة، وهي ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى من حمل لفظ المسكين في قول الله تعالى: فإطعام 60 مسكينا في الظهار، فإطعام 60 مسكينا على المد، أي إطعام 60 مدة. قالوا: المراد فإطعام 60 مسكينا، أي فإطعام 60 مدة. وبناء على ذلك جوزوا إعطاء المسكين الواحد 60 يوما. فعلى ذلك الستين مد لا يشترط، الستون مدا لا يشترط أن تكون لستين مسكين، وإنما لا مانع لديهم من أن تجعل هذه 60 مدا على مسكين واحد مفرقة في الأيام، بناء على أنهم قالوا: المراد في إطعام 60 مسكينا، أي في إطعام فطع، يعني جعلوا التقدير كالآتي: فإطعام طعام 60 مسكينا، فإطعام طعام 60 مسكينا، هكذا التقدير عندهم، الذي بسببه ولموجبه لم يشترطوا تعدد المساكين.
لم يشترطوا تعدد المساكين. جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وعلى وجوب إطعام 60 مسكينا، وأنه لا بد من التعدد، وأن يكون هناك 60 مسكين، وأن يكون هناك 60 مسكين يطعمون. وذكرت لكم وجه ما استدل به الحنفية، إن هم قد قدروا الكلام فإطعام طعام 60 مسكينا. هذا التأويل عند الجمهور بعيد. وجه البعد فيه، قالوا إن الحنفية في هذا التأويل اعتبروا فيما ذهبوا إليه ما لم يذكر من المضاف، وأهملوا ما ذكر من المضاف. صورة ذلك الآن الآية فيطعام، توضيح ذلك، فيطعام 60 مسكينا. الآن المضاف الموجود وهو إيش؟ إطعام. الحنفية أهملوا هنا إطعام ووضعوا شيئا محذوفا، فقالوا فإطعام طعام 60 مسكينا، فأهملوا الموجود وأتوا بمضاف آخر أوجب لهم ذلك القول، أوجب لهم ذلك القول، فهم ألغوا إطعام المذكور في الآية الذي بناء عليه نستدل على عدد المساكين. فلما كان كذلك كان تأويلهم بعيدا. القصد أن الجمهور عملوا بالمضاف الموجود، فقالوا الآية على بابها فإطعام 60 مسكينا، فيشترط 60 مسكين. الحنفية قدروا مضافا وأهملوا المضاف الموجود، فقالوا فإطعام طعام 60 مسكينا، وبناء على ذلك كان هذا التأويل بعيدا. هذا ما أراد أن يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله فجعلوا مسكين بمعنى المدي، عليه لائح سمات البعد، عليه لائح سمات البعد. ثم قال كحمل امرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة. أيضا هذا نوع من التأويل، أيضا البعيد، أيضا هذا هو نوع من التأويل البعيد. إذ إن الحنفية رحمه الله تعالى حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، أو أنكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل. وفي رواية أخرى فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. طيب الحنفية ابتداء حملوه على الصغيرة، الصبية، قالوا هذا المراد به الصغيرة، أما الكبيرة الثيب فإنها لا تدخل في ذلك. أجاب عنهم الجمهور، أجاب الجمهور على ذلك، فقالوا لا يستقيم هذا التأويل من جهة أن المرأة لا تطلق على الصغيرة. فلما اعترض الجمهور بهذا الاعتراض، ذهب أراد بعض الحنفية أن يؤيد ما ذهبوا إليه، قال لا، ليس المراد هنا الصغيرة، ولكن قال هي المراد الأمة. لذلك قالوا أولا لما اعترض عليهم قيل الصغيرة هذه لا تسمى امرأة في اللغة. فلما اعترض عليهم بذلك حملوه على الأمة، فقالوا المراد بالحديث الأمة. أيضا اعترض الجمهور على ذلك، قالوا كيف تقولون أن المراد الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية في الزيادة الأخرى يقول فلها مهر مثلها، أو فلها المهر بما استحل من فرجها، طيب كيف يكون المرأة للأمة مهر؟ أيضا لما رأوا أن هذا التأويل غير متوجه، قال الحنفي إذن المراد به المكاتبة، لأن المكاتبة لها مهر. القصد أيضا الجمهور أجابوا على ذلك، فقالوا حتى المكاتبة لا يستقيم. لماذا؟ قالوا لأن حمل هذا النص على المكاتبة حمل للعام على صورة نادرة، حمل للعام على صورة نادرة مع ظهور قصد الشارع في العموم، لأنه قال أي امرأة نكحت، فكان أيضا مثل هذا التأويل بعيدا. القصد أن هذا الذي أراد أن يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله كحمل امرأة على الصغيرة، أي كحمل الحنفية المرأة بالحديث أي امرأة نكحت نفسها بغير ذرية على الصغيرة. ثم لما اعترض عليهم حملوها إيش؟ على ما ينافي الحرة الكبيرة، وهي إيش؟ الأمة. ثم لما اعترض على الأمة أيضا حملوه على الكتابية، وكلها تأويلات بعيدة لما ذكرنا لكم. ثم قال وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. هذا أراد به أيضا أن يشير إلى قول الحنفية رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. طيب الحنفية رحمه الله تعالى حملوا هذا على القضاء والنذر، على صيام القضاء والنذر، فقالوا لا يصح صيام القضاء ولا النذر بدون نية من الليل، أما ما عداهما فيصح بنية من النهار، يصح
حبنية ثم النار. واستدلوا بحديث عائشة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال هل عندكم شيء؟ فقالوا أهدي لنا حيش، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي موضع آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني إذا صائم. وهذا أوجد هذا لعل هذا الثاني هو موضع الدلالة عندهم على ما ذكروا ما استدلوا به. القصد أن الجمهور أجابوا هنا بأن هذا تأويل بعيد، لأنه أيضا حمل للفظ على صورة نادرة، وهو العموم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لما نحمله على صورة القضاء والنذر حملناه على صورة نادرة، إذ المتبادر والأكثر هو صيام الفرض، صيام الفرض. ثم قال وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. هذه أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهناك أمثلة أخرى، هناك أمثلة أخرى، الوقت اليوم ضيق وإلا كان بد أن أذكرها. دعنا نذكر مثالا واحدا يعني حتى نزيد على مثال الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الناظم رحمه الله تعالى. من أيضا من التأويلات البعيدة مثلا ما ذهب أيضا إليه الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي لما أسلم وعليه وعنده 10 نسوة، فقال أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمسك أربعا وفارق سائرهن. الحنفية ماذا يقولون؟ قالوا لفظ أمسك هنا المراد به ابتداء نكاح أربعة منهن. قالوا وهذا محمول على أنه نكحهن في الجاهلية معا، محمول على أنه نكح العشر في الجاهلية معا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا أي ابتدئ نكاح أربعة منهم. ووجه ذلك قالوا أن نكاح أكثر من امرأة في عقد واحد، في عقد واحد لا يصح. الجمهور استبعدوا هذا الذي ذهب إليه الحنفية من جهة أن الصورة التي ذكرها الحنفية بعيدة، إذ غيلان بن سلمة رجل حديث عهد بالإسلام، وما ذكروه من اعتراض هو وجه من شروط النكاح التي هي من الشروط الإسلامية. فقالوا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أراد ذلك بالحديث. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه تجديد نكاح أي واحدة منهن، أي ممن أمسكها غيلان بن سلمة، فكان ذلك تأويلا بعيدا. والتأويل القريب أن يحمل ذلك على الإمساك، أن يستبقي أربعة منهن ويترك الباقي، ويترك الباقي. هذا مثال، وهناك أمثلة أخرى نتجاوز ضيق الوقت اليوم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. قال وذو وضوح محكم، الآن الناظم رحمه الله تعالى انتقل إلى تعريف ماذا؟ إلى تعريف المحكم والمجمل. فذكر أن المحكم، قال وذو وضوح محكم، ذكر أن المحكم هو اللفظ الواضح الدلالة على معناه، الواضح الدلالة على معناه التي لا الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان. وهذا كعامة نصوص إيش؟ الكتاب والسنة، كعامة نصوص الكتاب والسنة. وسواء كان، ولما نقول المراد المحكم الواضح المعنى أو واضح الدلالة، سواء كان ذلك الوضوح وضوحا قطعيا كالنص، أو كان وضوحا ظنيا كالظاهر، سواء كان هذا الوضوح وضوحا قطعيا كالنص الذي لا يحتمل أي معنى آخر، أو كالظاهر الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. هذا هو تعريف المحكم. هذا تعريف المحكم الآن الذي نريده، المحكم الاصطلاح هنا الذي هو المحكم في مقابل في مقابل المجمل. وقد يأتي المحكم، لفظ المحكم قد يأتي ويراد به إيش؟ غير المنسوخ، فيقال هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة. قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وقد يأتي المحكم أيضا بمعنى المتقن، قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته. هذا من ناحية الإطلاق، لكن المحكم الذي نريده الذي هو مقابل المجمل هو اللفظ الواضح الدلالة على معناه، الواضح الدلالة على معناه والذي لا يحتاج إلى بيان. قال وضوء وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. هنا الناظم
يقول: والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، أي أن المجمل هو ما لم تتضح دلالته، وما لم تتضح دلالته، فخرج به ماذا؟ المبين، واضح الدلالة، أو البين، واضح الدلالة، وخرج به المهمل الذي لا دلالة عليه، لا دلالة له أصلا. فالمجمل هو ما لم تتضح دلالته، هذا ما عرفه به الناظم. من أهل العلم من يعرف تعريفا آخر، مثل ما ذهب إلى صاحب مختصر التحرير الفتوحي، قال: هو ما تردد بين احتمالين، أو ما تردد بين محتملين فأكثر، أو محتملين، ما تردد بين احتمالين فأكثر على السواء. وهذا أيضا قريب منه عرفه به القرافي في شرح التنقيح الفصول. إذا من أهل العلم من قال، عبر بما عبر به المصنف، أن المجمل هو ما لم تتضح دلالته، أو الذي يجهل المراد به. ومن أهل العلم من قال: هو ما تردد بين احتمالين فأكثر على السواء. الشيخ الأمير رحمه الله تعالى دمج هذين التعريفين معا، فقال: المجمل الذي لم تتضح، الذي لم يتضح المقصود به، أو الذي لم يتضح المقصود منه لتردده بين معنيين متساويين في الاحتمال، أو بين معان. فجمع الشيخ الأمين بين التعريفين، فقال: أعيد التعريف، هو الذي لم يتضح المقصود منه لتردده بين معنيين متساويين الاحتمال، أو بين معان متساوية الاحتمالات. طيب، هذا هو تعريف المجمل. مسألة: هل في الكتاب والسنة مجمل؟ عامة أهل العلم، عامة أهل العلم، على أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة، على أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة. ذهب أبو بكر الصيرفي، ما هو أبو بكر الصيرفي، آسف، نقل أبو بكر الصيرفي رحمه الله تعالى عن داود الظاهري أنه لا يرى الإجمال لا في الكتاب ولا في السنة، وهذا مشهور عن داود الظاهري، لكن الصيرفي يقول: لا أعلم أحدا قال بهذا القول إلا داود، أنه لا إجمال في الكتاب والسنة، لا إجمال في الكتاب والسنة. فالقصد أن عامة أهل العلم على وجود المجمل في الكتاب والسنة. والإجمال فائدة هذه، الإجمال من جهة أسبابه على أقسام: تارة يكون سبب الإجمال اشتراكا في اللفظ أو في المعنى، وهذا سيأتي وسنمثل له، وتارة يكون الإجمال، وهذا من جهة القدر، من جهة عدم العلم بالقدر، وهذا ككثير من النصوص مثل مقادير الزكاة والأنصبة، مقادير الكفارات، مقادير الحدود ونحوها. فيأتي النص مثلا في الكتاب أو في السنة ولم يبين تلك المقادير، مثلا: والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وآتوا الزكاة. طيب، النص أتى مجملا في الكتاب والسنة، هو ليس مجملا من جهة أصل المعنى، ولكن مجمل من جهة القدر الواجب إخراجه، وهذا بينته إيش؟ السنة. إذا تارة يكون الإجمال بسبب الاشتراك في المعنى، وتارة يكون الإجمال بسبب من جهة القدر، وتارة يكون الإجمال من جهة الصفة. فيأتي مثلا النص الآمر بالشيء مثلا مجملا، مثلا كالأمر بالصلاة والأمر بالحج وأقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت، ثم يأتي بيان ذلك، بيان تلك الصفة من السنة أو من الكتاب. إذا نقول: الإجمال أسبابه تارة ترجع إلى الاشتراك، وتارة ترجع إلى الجهل بالقدر، وتارة ترجع إلى الجهل بالصفة، فهذه هي صور الإجمال. هذا نوع من التقسيم، ولا هناك تقاسيم كثيرة للإجمال. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق، وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق، أي الذي استأثر علم الخالق به أطلق عليه ذا تشابه. أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يقول هنا أن ما استأثر الله عز وجل بعلمه واختص بعلمه دون الخلق، هذا هو المتشابه، هذا هو المتشابه. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا مبني على قول الأكثر من أهل العلم، على أن الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على أن الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على لفظ الجلالة، وأن الواو بعدها استنافية، فيكون المعنى أنه لا يعلم التأويل إلا الله، والراسخون في العلم لا يعلمون ولكن يقولون آمنا به. فعلى هذا التفسير يكون هذا هو المتشابه. أما على تفسير الآية
وعلى هذا التفسير تكون القسمة إذن ثلاثية، تكون القسمة ثلاثية، يكون عندنا محكم ويكون عندنا مجمل ويكون عندنا متشابه، يكون عندنا المحكم واضح الدلالة والمجمل ما لم تتضح دلالته، والمتشابه ما استأثر الله عز وجل بعلمه. طيب إذا قلنا أن الواو هنا ليست عاطفة، ليس أن الواو هنا عاطفة وليست استئنافية، فعلى ذلك يكون وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويل المتشابه. فإذا كان كذلك فتكون القسمة إذن عندنا هنا ثنائية، إما محكم أو متشابه، ويكون في هذه الصورة المجمل داخل في المتشابه، يعني يكون الإجمال جزءا من المتشابه، إذ أن المتشابه يعلم تأويل الله والراسخون في العلم، والمحكم هو واضح الدلالة. أعيد الآن حتى نتصور ما ذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى من جعل المتشابه قسما ثالثا، هذا على القول بأن الوقفة على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وأن الواو بعدها استئنافية، وهذا ما ذهب إليه الناظم. أما من سيجعل الوقف من سيجعل الواو عاطفة ولا يقف على لفظ الجلالة، فعلى ذلك سيكون عندنا محكم ويكون عندنا متشابه، والمجمل ليس نوعا مستقلا، هو مندرج في المتشابه، مندرج في المتشابه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد. يعني الآن إذا وصلنا إلى نتيجة، وهي أن المتشابه ما استأثر الله عز وجل بعلمه، يقول هذا التعريف لا يقدح فيه أن الباري سبحانه وتعالى قد يطلع بعض أوليائه على شيء من علم المتشابه، فإن كان كذلك وأطلع الله عز وجل بعض أوليائه على شيء من علم المتشابه، فإن تلك الطريقة إلى العلم بذلك ليست طريقة معهودة من جهة الاكتساب، ليست من جهة الاكتساب، أي من جهة طرق العلم المعهودة، وهي الاكتساب، أن يكتسب الإنسان العلم اكتسابا، وإنما هي من قبيل الكشف الذي يعني يكشف الله به لبعض أوليائه كرامة له. فإذا كان كذلك فلا يقدح ذلك فيما قدم الناظم رحمه الله تعالى من تعريفه بأن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، من جهة أن ذلك الكشف الذي قد يحصل لبعض الأولياء شيء نادر، والنادر لا حكم له. هذا الذي أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يبينه في قوله وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلقي. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد يجي الإجمال من وجه، ومن وجه يراه ذا بيان منفط. فطن هذه مثلث، إما أن تقول منفط أو منفط أو منفط، مثلثة الطاء. الناظم هنا يريد أن يشير إلى أن نص الواحدة من الكتاب والسنة قد يكون واضح الدلالة من وجه، وقد يكون مجملا من وجه آخر، قد يكون مجملا من وجه آخر. مثلا قول الله عز وجل في الزكاة، زكاة الثمار والزروع، وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فهو من جهة أن هناك حقا واجبا في المال لا إشكال فيه، واضح، ليس فيه إجمال إن نظرنا من هذا الجانب، فهو واضح، واضح الدلالة على أن في المال حقا واجب، وأن في هذا الزرع حقا واجب يجب أن يخرج يوم حصاد. طيب لكن الإجمال من جهة ماذا؟ ما قدمنا، من جهة أنه مجمل من جهة القدر أو المقدار الحق الواجب في هذا المال، فأتى بيانه من ماذا؟ من السنة. مثل قول الله عز وجل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم ينازع في أن هذا من المجمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أهل العلم من يجعل ذلك صورة من صور الإجمال، ومن أهل العلم من لا يجعلون من صور الإجمال مثل السبكي. الشاهد والشأن لا يعترض المثال، الآن سنمثل من ناحية المثال، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن من جهة وجوب قطع يد السارق النص واضح وليس فيه أي يعني أدنى يعني غموض أو إجمال، لكن من جهة القدر الذي يقطع، هل هو من الكوع، هل هو من المرفق، هذا فيه إجمال، من أهل العلم من جعله من المجمل، ومن أهل العلم من قال لا، هذا والله ما هو من المجمل وليس فيه إجمال، لأن اليد إذا أطلقت إنما المراد بها من الكوع فلا إجمال،
فلا إجمال. لكن هذا التمثيل على قول من قال من أهل العلم أنه من باب المجمل. القصد أن النص من الكتاب والسنة قد يكون من وجه مجمل ومن وجه آخر مبين، ومن وجه آخر مبين، أو قد يكون من وجه مجمل ومن وجه آخر بين بصورة أوضح. ثم قال: والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. الآن الناظم رحمه الله تعالى يريد أن يشير هنا إلى مسألة متعلقة بالمجمل، وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى فيها، هل هي من صور الإجمال أو من صور المحكم، من صور الإجمال أو من صور المحكم. نحن قلنا والسارق والسارقة اختلفوا، هل هي من المبين؟ لا، السارق الله المستعان، في البيت الذي قبله قلت سبق لسان، يعني في السارق والسارقة اختلفوا هل هي من قبيل المحكم أو المبين. كذلك في وآتوا حقه يوم حصاده، هي محكمة من وجه، يعني من جهة أنها واضحة الدلالة، ومجملة من جهة المقدار. فإذا الظاهر أني عبرت بالمبين هو خطأ، إنما الكلام هنا في المحكم والمجمل سبق لسان. ثم قال هنا: والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. طيب، هنا في هذا البيت سيذكر مسألة متعلقة بباب المجمل، وهي إذا دخل حرف النفي على الماهية، لو تسلط حرف النفي على الماهية أو على الذات، فهل يكون ذلك من قبيل المحكم أو من قبيل إيش؟ المجمل. هل يكون ذلك من قبيل المحكم أو من قبيل إيش؟ المجمل. مثلا قال الله في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تسلط فيها النفي على الذات. جمهور أهل العلم يرون أن هذه وما أشبهها من قبيل المحكم وليس من قبيل المجمل، فهي متضحة المعنى ولا إجمال في دلالتها على نفي الصحة. ووجه ما ذهب إليه الجمهور، قالوا الآن لما كان تسلط النفي على الماهية مع وجود الماهية، مع وجود الماهية حسا، يعني الآن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لو أن رجلا قام وصلى لكن ما قرأ بفاتحة الكتاب، من جهة ماهية الصلاة، هيئات الصلاة ركوعها وسجودها وقيامها موجودة حسا، فلما كانت موجودة حسا يتعذر أن نحمل النفي هنا على نفي الذات، يتعذر أن نحمل النفي على نفي الذات. فعدلنا إلى ماذا؟ إلى أقرب المجازات. وما هو أقرب المجازات لنفي الذات؟ نفي الصحة. فالجمهور رحمه الله تعالى يقولون: فلا إجمال هنا، لا إجمال هنا، إذ الحمل على نفي الذات متعذر من جهة الحس، فكان الحمل على أقرب معنى مجازي لها هو الحمل على المجاز الشرعي، لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، فيكون هذا هو المقصود ولا إجمال، والنص محكم. الذين ذهبوا إلى أن هذا النص مجمل مثل باقي الله وجماعة، قالوا: طيب، لما أنتم الآن قلتم أن النفي للذات أصبح متعذرا لوجود الحسة، طيب سيتردد المعنى بين نفي الصحة ونفي الكمال ولا مرجح لأحدهما، فيكون ذلك من باب إيش؟ الإجمال، لأنهما مستويان في الاحتمال. طبعا هذا الذي ذهبوا اليه، والا قول الجمهور هو اقوى. لماذا قول الجمهور اقوى؟ لانه حقيقه الان حمل النفي على نفي الصحه هو اقرب المجازات المقصوده هنا. لماذا؟ لانه اذا نفينا الصحه فنفي الصحه يلزم منه عدم الاعتداد بالفعل، والشيء الذي لا يعتد به شرعا كالمعدوم، فلما كان الشيء غير المعتد به شرعا كالمعدوم شرعا أشبه المعدوم حسا، لما كان الشيء غير الصحيح معدوما شرعا أشبه المعدوم حسا، فكان ذلك وجه القرب، ووجه ليس نقول وجه القرب، وجه بيان أنه محكم ولا يحتاج إلى إيضاح وبيان. هذا ما ذهب إليه الجمهور.
وهذا ما أراده الناظم رحمه الله تعالى، قال: والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح، محكم لدى أقوال الصحاح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال: والعكس في جداره ويعفو، والقرء في منع اجتماع فقه. العكس هنا مبتدأ، خبره في جداره ويعفو، في جداره ويعفو، والقرء معطوف عليه. ثم قال: في منع فقه، والعكس في جداره ويعفو، والقرء في منع اجتماع فقه ما سبق من اتباع العكس، يعني فقه العكس، العكس لماذا؟ للبيت الذي سبق، لأنه قال هنا الناظم: والعكس أي عكس ما تقدم من ما ذكرنا من أنه من قبيل المحكم، ما سيأتي هنا فهو من قبيل الإجمال، ما سيأتي من هنا فهو من قبيل الإجمال. والقرء تقرأ والقرء وتقرأ والقرء لغتان، في القرء بفتح القاف وكسرها، فتح القاف وكسرها. الشاهد هنا أن الناظم رحمه الله تعالى لما قدم ما الأصح فيه عدم الإجماع وأنه محكم، هنا انتقل إلى العكس، فكأنه يقول: اتبع العكس. وما هو العكس؟ هو الإجمال فيما سيأتي من أمثلة. ما هي الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى؟ ذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، أو أن يضع خشبة في جداره، أو أن يضع خشبه في جداره، على اللغتين أو على الروايتين. طيب، وجه الإجمال هنا، الإجمال هنا من جهة عود الضمير، الإجمال هنا من جهة عود الضمير، فالضمير هنا متردد، يعني قوله في جداره، الضمير في جداره متردد بين أن يعود على الجار أو يعود على الأحد. فإن قلنا هو عائد على الجار فيكون: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره، الضمير عائد على الجار، فيكون المعنى: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز ذلك الجار خشبه في جدار نفسه. واضح؟ يكون المعنى مثلا عندنا زيد وعمر، زيد جار لعمر، فيكون المعنى: وعمر يريد أن يغرز خشبه في جدار نفسه، في جدار عمر، فيكون معنى الحديث: لا يمنع زيد عمرا أن يغرز خشبه في جدار نفسه، في جدار إيش؟ عمر. هذا المعنى، مثلنا لكم تمثيل حتى تكون الصورة واضحة. إذا المعنى: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز ذلك الجار خشبه في أو خشبه في جدار نفسه. طيب، هذا على القول أن الضمير يعود في جداره على الجار. إذا قلنا الضمير في جداره يعود على أحدكم، طيب إذا دعنا قبل أن نتجاوز ذلك، إذا قلنا بالتأويل السابق بأن الضمير يعود على الجار، فلا يكون فيه دليل لما ذهب إليه الحنابلة بأنه إذا طلب الجار من جاره أن يضع خشبه على جداره وجب عليه تمكينه منه، وجب يعني على المطلوب منه تمكين الطالب من ذلك، لا يكون فيه دليل لأن المقصود جدار نفس الجار. طيب، إن قلنا الضمير يعود على أحدكم فيتوجه هذا المعنى، لأن المعنى يكون: لا يمنع أحدكم جاره إن طلب غرز خشبه في جدار المطلوب منه. فالمثال الذي ذكرناه زيد وعمر، يكون المعنى: لا يمنع زيد عمرا أن يغرز خشبه في جدار زيد، جدار زيد. فلما كان المعنى مترددا هنا قيل هذا من باب الإجمال، يكون هذا من باب الإجمال في عود الضمير، هذا صورة من صور الإجمال. قال: والعكس في جداره ويعفو. طيب، يعفو، يعفو يريد أن يشير به إلى قول الله عز وجل: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وجه الإجمال فيه أن الذي بيده عقدة النكاح متردد بين أن يكون هو الزوج أو الولي، فمن أهل العلم من حمله على الولي، وهو مذهب الإمام مالك، قال: لأنه هو الذي يعقد نكاح المرأة فيحمل عليه، هو الذي بيده عقدة النكاح. أما الشافعية والحنابلة فحملوه على الزوج، لأنه هو الذي بيده العقد والعصمة. هذا ما الذي حصل؟ إجمال من جهة إيش؟
لا يجي عن جهة الإجمال من جهة المراد باللفظ المركب هنا الذي يدي عقدة النكاح. طيب قال: والعكس في جداره ويعفو، والقرء أو القرء في منع اجتماع فاغفو. قوله والقرء في منع اجتماع فاغفو يريد أن يشير به إلى أن من صور الإجمال الإجمال في الألفاظ المشتركة عند امتناع الجمع بين معانيها، عند امتناع الجمع بين معانيها. فاللفظ المشترك الذي يطلق على معنيين على السواء، ولا يمكن حمله على المعنيين في الموضع المراد أو في الموضع الواحد. ففي هذه الصورة يكون ذلك من صور الإجمال. مثلا القرء، الآن القرء مشترك إيش؟ ثلاثة قرون في العدة. طيب هل المراد بالقرء هنا الحيض أو الطهر؟ القرء من حيث اللغة لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فهنا إجمال. هل سنحمله على الطهر أو نحمله على الحيض؟ من أهل العلم من حمله على الطهر في مذهب المالكية والشافعية، ومن أهل العلم من حمله على الحيض في مذهب الحنابلة والحنفية. فهذا نوع من الإجمال، فهذا نوع من الإجمال أشار إليه بقوله والعكس في جداره ويعفو، والقرء في منع اجتماع فاغفو. إذن هذه ثلاث أمثلة من صور الإجمال. باقي وقت يا شيخ ولا أقف؟ شيخ محمد، طيب إلى أن يرد علينا الشيخ محمد. هنا نقف. طيب إذا أذكرها في المجلس القادم، لأنه سنقف على فائدة الاشتراك بين المعاني نذكرها. طيب هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.